مين اللي جاي دلوقتي يا مستر ناجي؟ ده هيكون جمال بيه، مع العلم هو قايل انه هينام. ده الضابط بتاع الشباك اللي كنت واقف معاه الصبح يا رافي. يوسف كرمي؟ مين اللي جابه؟ انت تعرفه؟ ولا عمري كلمته. نعم، أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك. خير؟ رافي دافيتوفيتش عندك؟ أيوه عندي. في حاجة؟ تسمح أدخل؟ بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر. هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية. قريبك تكلمه في التليفون، تروح له البيت، إنما تطب عليا كده من غير إحم ولا تستر لا. أنا راجل دبلوماسي وأنا حوصل اللي أنت عملته ده لفوق، وحكبر الموضوع ده ومش هسكت عليه. أرجوك اهدأ يا ناجي بيه، أنا مش عايز رافي بس، أنا عايزك أنت كمان. عايزني في إيه إن شاء الله؟ عندي بعض الاستفسارات البسيطة. استفسارات؟ أنا أي استفسارات تتوجه لي يبقى عن طريق الخارجية المصرية، هي بس اللي تخاطبني مش أنتوا كده. برضو صحوا الناس، مفيش حاجة جمال بيه، دي بلاوي بتتحدف علينا. ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية، هو ده اللي هيفضحكوا ويجرسكوا في العالم كله. والله يا سيادة السفير بهدلته وصوتي عالي عليه والعمارة كلها صحي، عملت له فضيحة. أنا أصلي عارف العالم دي كويس، ما بقولش إلا بالطريقة دي. ده بعت لنا اعتذار رسمي عن تصرف الضابط ده. قال هو إيه اللي كان جابه عندك؟ قال إيه؟ جاي يدور على واحد قريبه. وقريبه ده كان عندك؟ آه كان عندي هو شوية ناس كده. كانوا بيعملوا إيه في الساعة دي؟ شوف سيادة السفير، أنا ملحق إداري، أخلص حاجات، أعمل تسجيلات لحاجات. لو ما عملتش علاقات واسعة مع العالم اللي هنا، الشغل هيقف، مش هنعرف نخلص حاجة. طب بالمناسبة، احتفالات ثورة يوليو كمان كام يوم، وهنعملها زي كل سنة في أوتيل دانيال في هارسيليا. خلي بالك، الرئيس بتاعهم ورئيس الوزراء هيحضروا زي كل سنة. اطمن سيادة السفير، أنا مرتب كل حاجة. أنا لوميفين اختلفت بيلي هرقوت، لا بيتشي لها إيش هزي، بشاعة أحد أحري حدسوت. أتجرمت لنوميفوخا جدولا. أدوني أني بطوع شناجي هطلع متخنين لما شهو حمور هو يفي لأسونوت رابين على ما أنت مستميخ مها عرختها استمتي حوشا استمتي حوشا لفيها دي فحيم يشلاقيش يحسيم توفيم عم كلام أم كراب مئود لخلام مقراف يوتر مداي أدوني. لو يوسي زي حشاد ميوتا سن أدخى لمصريين ولمصريين لو تسريح ليهوفيل أدخى بغفودا. يوسي نحن عزين بطحون لو بوليتيكا لو بوليتيكا أنشيها أل تحزور على ماشي أسيتا هشاكريروت همين ستريت تحقوق بمهابيخة يولي باش أفوح حبا في تل أفيب سيهم دينا
في هزاريم يجتذبوا بحقيقة. في أم هم تسريم يعلو إت مع سيخة متسافينو يهي قش. ترشي لي أدوني لما نحن حقيقين إت مع بختم أنو حقيقين بناصر شهايا روتسي لزرق إت إسرائيل في عام شلانو بيام زهو محير השלום שמשלמת ישראל והאם מתייחסים לשגרירנו בקהר באותה נימה? אתה חוזר לפוליטיקה עוד פעם, יוסי. אנו הסכמנו שלא אכפת לנו. יוסי, אני נבקש שתזהיר את נאג'י עטאללה מהתודעה שלך. هبكي شاهل ستا إنني يخل تتلخاها تسعرات حشبونوت أدون كارمو سيديوت هحشبونوت تفار حمور ميهوت أدون هليفي אני מדבר איתך עכשיו באופן רשמי, בהיותי קצין בשבק, וזה חוטא לאסוף חומר מודיעין על איזה חשוד. לבעם השנייה אני מצטער, אדון כרמי. אפילו אם העניין הוא ביטחון ישראל? الجملة هاي احنا بنستخدمها عمال لبطال. أمن إسرائيل تفتح كل الأبواب المقفولة. انت بتعرف انه هذا الزلمه اللي عم تسال عنه دبلوماسي وشغال في السفاره وكل اجهزه الامن بتعرفه منيح وله علاقات كلش كويسه مع الناس باسرائيل؟ نحن ليش بدنا نخلق مشاكل من لا شيء؟ انت عارف انه المستشار الاعلامي المصري قدم استقالته وترك السفاره من ساعه؟ وانا ايش يهمني بهذا الكلام كله؟ بتعرف ليش؟ لانه بيكره اسرائيل. لانه السلام المزعوم يلي ضحكوا علينا فيه مجرد وهم. كلهم هيك، كل المصريين هيك. أدون كرمي، أنت بتتهم ناجي عطلة بأنه معادي لإسرائيل بس لأنه المستشار الإعلامي ساب السفارة ومشي، ولا لأنه ناجي عطلة قرب من الناس وحبهم وحبوه؟ أدون هليفي، أنا بأدي واجبي وأنت لازم تساعدني. وأنا كمان بأدي واجبي أدون كرمي. يبقى نجيلك من فوق أدون هليفي. شوف حتوصلها لفين أدون كرمي.